اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. في الهيئة نت، هيئة علماء المسلمين تقول إن انتفاضة شباب العراق تفضح جرائم النظام السياسي القائم في البلاد. في الزمان، 9 قتلى حصيلة قمع حق العراقيين الدستوري في التظاهر. في الشرق الأوسط، غضبة العراقيين تتمدد، ارتفاع أعداد الضحايا وهتافات ضد إيران. في القدس العربي، العراق يفرض حظر التجول ومتظاهرون يقتحمون 4 مباني 4 محافظات. في العرب الجديد، الجيش العراقي يعلن حالة الإنذار مع 9 تظاهرات ودعوات لإضراب عام. في البصائر، بعد ارتفاع حدة التظاهرات، حكومة بغداد تلجأ إلى تعطيل الإنترنت. وفي العرب اللندنية، القوات العراقية تواجه ثورة الشباب بالرصاص، نساء عراقيات يتقدمن حركة الاحتجاج. أهلا بكم إلى المقالات الآن، والبداية بهذا المقال وفي مطلعه بالحديث عن تظاهرات العراقيين الأخيرة، تظاهرات الأول من تشرين، فإن الأهم فيها وفي أي مظاهرة شعبية هو معناها، والمعنى في هذه التظاهرات كبير جدا وهو الأهم في أي حراك مجتمعي. سليم سوزا يقول في صحيفة المدى إن ذلك المعنى يقلب معادلات التوازن في الشارع ويؤسس لوعي جمعي، صارت كل الأحزاب السياسية تحسب له 1000 حساب، حتى تلك التي احتكرت حراك ميدان التحرير لسنين طويلة نتيجة عمامتها أو فصيلها المسلح. الشارع العراقي اليوم وصل إلى أقصى لحظات النضج، وهي اللحظة التي يخرج فيها منددًا بسلطته دون الحاجة إلى رجل دين ولا سياسي ولا نخبة مثقفة متصدية ولا حتى أيديولوجية محفزة، بل شعور باليأس فقط يؤسس لأعلى درجات الغضب، وهذا ما يخيف الطبقة المهيمنة على السلطة، من ضمنها إصلاحيو الأمس القريب. لقد مضى عام تقريبًا على حكومة عبد المهدي، ذلك الذي ظل يمسك العصا من منتصفها محاولًا تأجيل الاصطدام بأي طرف. ربما فاته أن لعبة السياسة لا تتغلب على التاريخ، وأن محاولة التوفيق بين المتناقضات لا يمكن لها أن تضبط ديناميات الحراك في بناء الدولة الاجتماعية إلى الأبد. هذا تاريخ لا تكتبه السياسة وحدها، وإنما يشترك معها الاقتصاد والثقافة والدين وضرورات مجتمعية أخرى غير معنية بلعبة التوازنات ولا تفكر إلا بحاجتها الأساسية واليومية، ضرورات لا تحتاج سوى إلى شرارة بسيطة وقليل من الاندفاع كي تنفس عن غضبها وتنفجر بوجه السلطة. وها هم شبان تشرين يجدون في تدمير بسطياتهم وتجريف صفائح بيوتهم المتجاوزة وعدم توظيفهم في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى حصر سلطة المال بطبقة أبناء المسؤولين والمنتفعين، شرارات وليس شرارة واحدة تفجر فيهم طاقة الخروج إلى الشارع والتهديد بإسقاط النظام برمته. ويشير الكاتب إلى أن الكثير من المتابعين والمراقبين أكدوا في لحظة إعلان عبد المهدي رئيساً للوزراء أنه يمثل آخر لحظات الأمل في أولى محطات اليأس الذي يحرك العراقيين بلا خوف من سلطة ولا قلق من 100 فصيل مسلح. إلى مقال جديد، وفيه واجهت السلطات الحكومية في العراق تظاهرات العراقيين في بغداد والمحافظات الأخرى المطالبة بإسقاط الحكومة ومكافحة الفساد، واجهتها بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع. صحيفة القدس العربي ترى في افتتاحيتها أن الحكومة في بغداد تعيد تجربة الحكام العرب الذين أسقطتهم موجة الربيع العربي من خلال وصف المتظاهرين بالمندسين واتهامهم بالعمالة لصالح جهات خارجية.
الحكومة التي أمرت القوات الأمنية بالتصدي للمحتجين بالرصاص وقنابل الغاز حملت المسؤولية كما هي العادة السلطوية العربية الشهيرة للمندسين، بل إن رئيس الوزراء أصدر بياناً يدافع فيه عن القوات الأمنية ويصف المتظاهرين بالمعتدين غير السلميين، محملاً إياهم مسؤولية سقوط الضحايا منهم. تبدو مطالب التظاهرات اقتصادية وخدمية مما لا يتناسب مع ردود الفعل العنيفة من السلطات الأمنية، فهي تدعو للتصدي للفساد وتطالب بتحسين الخدمات وتأمين الوظائف والعمل للمواطنين، وأدى التصدي القمعي لها إلى انتشار أنواع التضامن معها وامتداد الاحتجاجات من قلب العاصمة إلى الأحياء ومنها إلى المحافظات والمدن الأخرى. لكن مراجعة بسيطة لبعض ما يقوله المتظاهرون لوسائل الإعلام تكشف مستويات أخرى للاحتجاج، فأحدهم يقول: نطالب بوطن، نشعر بأننا غرباء في بلدنا. رغم التشابهات المعلومة بين الأنظمة العربية، فإن الاحتجاجات العراقية تظهر اختلافات بينة، فأغلب تعليقات المتظاهرين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر الاحتجاجات مواجهة بين الشعب المضطهد والأحزاب والميليشيات، فهي لا تفرق السلطات الحاكمة التي تطلق قواتها النار عليها عن الميليشيات والأحزاب التي تتقاسم المنافع والامتيازات، معتبرة إياها كتلة واحدة تمارس القمع والسرقة والفساد. الصحيفة ترى أن أغلب هذه الميليشيات والأحزاب تحاول تمويه وتغييب البعد الوطني، وهو علاقة استتباع المنظومة الحاكمة والميليشيات بإيران، بحيث يتكامل مشروع الفساد الحزبي والميليشياوي مع علاقة التبعية البائسة لبلد آخر، حيث تجري مبادلة قوامها السماح لمنظومة الحكام والميليشيات بالفساد المعمم مقابل الحفاظ على مصالح طهران. استخدمت قوات الأمن العراقية في ساحة التحرير في يوم التظاهرات الأول الرصاص لمواجهة المتظاهرين السلميين، وقد سقط العديد من القتلى ومئات الجرحى نتيجة للقمع المفرط الذي استخدمته قوات الأمن. رافد جبوري يقول إن القمع المفرط الذي استخدمته حكومة عادل عبد المهدي ضد التظاهرات كان صادما وقبيحا، ومعبرا عن الأزمة التي وصل إليها النظام السياسي في العراق. ها هي حكومة عادل عبد المهدي التي أسميناها بحكومة الهدوء النسبي في مقال سابق تخرج من تلك المكانة وتترنح في أول اختبار لها مع التظاهرات الاحتجاجية وترتكب أفعالاً مدانة في قتل شعبها وإيذائه. وها هي التظاهرات التي يجب أن نعترف بأننا لم نتوقع أن تصمد بوجه القمع تستمر ليوم ثاني حتى ساعة كتابة هذا المقال، وهي تواجه جبالاً من الفساد تتمثل في النظام السياسي الذي عجز عن إصلاح نفسه ويقف الآن في موقف حرج. لم تكن تظاهرات ساحة التحرير في الأول من تشرين الأول مفاجأة، فقد تم الإعلان عنها قبل أيام وكانت هناك تحذيرات تجري علنا للقيام بها، ولم تكن التظاهرات التي شملت أيضا مدنا عراقية أخرى مثل الناصرية والديوانية والعمارة هي الأكبر، فقد كانت تظاهرات العام 2015 أكبر منها بكثير، لكنها مثل تظاهرات البصرة العام الماضي التي صدمت الجميع إذ انطلقت من غير الارتباط بأي تيار أو جهة سياسية أو حزب. أرعبت تظاهرات البصرة كل القوى الحاكمة والمسيطرة بمهاجمتها للقنصلية الإيرانية وللأحزاب الشيعية المسلحة، وخصوصاً تلك التي تنتمي للحشد الشعبي. الكاتب يشير إلى أن رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي صدم بحجم الغضب الذي واجهه عندما ذهب إلى البصرة في محاولات فاشلة لتهدئة الأوضاع، وفي النهاية خلع العبادي قناع رئيس الوزراء اللين واللطيف واستخدم القمع، فتم قتل وجرح العديد من المتظاهرين. نجح القمع لكن العبادي سقط، وها هو عادل عبد المهدي يواجه أزمة كبيرة قد تؤدي إلى سقوطه. جويس كرم يقول في موقع الحرة إن الآلاف الذين تجمعوا في ساحات بغداد والناصرية والديوانية والبصرة والنجف وهم يهتفون
يهتفون أناشيد وطنية ويرفعون علم العراق، هم النبض الحي لبلاد الرافدين، والصرخة المعبرة ضد فساد سياسي واقتصادي عقيم جعل خامس أكبر دولة نفطية في العالم ترزح تحت نير الفقر والبطالة. التظاهرات استمرت لليوم الثاني رغم الطوق الأمني حول ساحة التحرير في بغداد والإجراءات المتشددة لتقويض التحركات. رئيس الوزراء العراقي أمر بإجراء تحقيق حول أعمال العنف التي أسفرت عن أكثر من 900 جريح وعشرة قتلى. تحقيق عبد المهدي لن يفيد بشيء طالما أن الأسباب المحركة للتظاهرات يتم تجاهلها، واستمرار الغرق بسياسات ومحاصصات شلت قدرات العراق الاقتصادية في 16 سنة الفائتة منذ سقوط نظام صدام حسين. أين ذهبت 450 مليار في الصندوق العام منذ 2004؟ حكومات متعاقبة أهدرت المال العام وجعلت من العراق الدولة 12 الأكثر فساداً في العالم، وفي دولة أكثرها من الشباب ما دون سن 30 سيكون من الصعب احتواء التظاهرات من دون معالجة هذه الأرقام. القضية الثانية التي تواجه العراقيين وتدفعهم للتظاهر هي مشكلة الارتهان وتحول القرارات السيادية للعراق إلى إكراميات ومزايدات للقوى الخارجية. ففي الوقت الذي كانت قوى الأمن العراقية تتشابك مع المتظاهرين، كان قائد فيلق القدس قاسم سليماني يتفاخر في مقابلة إعلامية بالتمدد الإيراني الميليشياوي من العراق إلى اليمن. الكاتب يختتم بالقول إن تظاهرات العراق هي صرخة وطنية جامعة للعراقيين ضد عقود الفساد والاستهتار بالمال العام وضد الارتهان للخارج. نجاحها هو فقط في التعامل مع جذور الأزمة وليس بطمرها وبتحقيق الاستهلاك الإعلامي وتجاهل الأسباب الحقيقية. فالفشل في ذلك سيعني بقاء العراق في دوامة عدم الاستقرار والتجاذب الخارجي. انطلق العراقيون في بغداد وست محافظات في الجنوب ليعبروا عن سخطهم سلميا، ولأول مرة يرفع شعار الشعب يريد إسقاط النظام. وإذا كان المتظاهرون قد بدأوا حراكهم واحتجاجهم سلميا، فإن هناك من يطمح إلى أن تكون هناك ثورة شعب تقتلع النظام الفاسد من جذوره وأن يتبلور بديل مؤقت. وعليه سيارة الجميل يرى في صحيفة العربية الجديدة أنه يجب تأسيس مبادئ في التعامل مع التظاهرات من أجل ضمان تحقيق مطالبها. أولاً لابد من تنسيقات للثورة أو الانتفاضة، فهذا الحراك يجتاح بغداد حتى البصرة بما فيها واسط والديوانية وميسان وبابل وذيقار ومدن أخرى. ثانياً على المجتمع الدولي أن يدرك جيداً إرادة العراقيين وطبيعة حراكهم الثوري وأن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية تجاه الشعب العراقي. ثالثاً حذاري من الأحزاب المسيطرة والقوى الفاسدة ومافيات الفساد الشريرة من سلب الأحداث وتدجينها لصالحها. رابعاً مهما كانت قسوة المواجهة الحكومية والقوى المندسة على المحتجين والمتظاهرين والثوار، عدم التراجع عن الأهداف السلمية والسامية التي نذروا أنفسهم من أجلها. خامساً على كل الظلاميين والفاسدين والعملاء الذين تخلوا عن وطنيتهم لصالح دول أخرى واستخدموا الرصاص والغازات وتعاملوا بهمجية وأساليب قمعية ضد الثوار، أن يدركوا جيداً أن ذلك سيزيد من إصرار العراقيين الأحرار على إسقاطهم حتى لو كانوا في بروج مشيدة. سادساً لا تكتفوا أيها الثوار الشرفاء بإسقاط الحكومة أبداً، بل نادوا بالتغيير الحقيقي وتخليص البلاد والعباد من كل الأشرار والعملاء والفاسدين ومحاكمتهم. سابعاً لا يمكن أن تتطور الأحداث من دون تنسيق وولادة خلايا قيادية سياسية نظيفة بعيداً عن الأحزاب الفاسدة من أجل صناعة مصير قادم وغد مشرق. الكاتب يقول إن العالم كله يعلم صعوبة الوضع الداخلي في العراق، خصوصاً أنه مرتهن الإرادة لإيران إقليمياً فضلاً عن ارتهان العراق سياسياً لأمريكا دولياً. ولكن لا سبيل أمام العراقيين بعد مرور 17 عاماً على مشهدهم التاريخي المأساوي، لا سبيل أمامهم إلى الخلاص والتحرر من ربقة نظام فاسد
وأن يكونوا ثواراً إلى آخر مدى، يصنعون تاريخهم بأنفسهم ويبدأون صفحة جديدة تتوفر فيها المساواة والعدالة والحياة الكريمة. في توقيت متزامن غصت مدن العراق ولبنان بألوف الشبان والشابات المتظاهرين احتجاجاً على السياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكومتي البلدين وللمطالبة بمحاربة الفساد ورفض المحاصصة الطائفية والمذهبية. عريب الرنتاوي يرى في صحيفة الدستور الأردنية أن الاتهامات التي وجهتها الطبقة السياسية للحركين بكونهم يتحركون بأجندات خارجية ما هي إلا اتهامات لا تفسير لها إلا أنها حالة من الإنكار تعيشها هذه الطبقة وعدم تصديقها بأن الشعب بات يرفضها ويلفظها. هي ليست المرة الأولى التي يشهد فيها نظام المحاصصة الطائفية في العراق ولبنان حراكاً شعبياً شبابياً مدنياً مماثلاً، وقد لا تكون الأخيرة، فبذور العجز والقصور والفساد كامنة في بنية هذا النظام وتكوينه، والأرجح أنه صار عبئاً على تطلعات وأحلام شعبي البلدين، على أن الحراك الشعبي والشبابي المدني والمطلبي لم يكن حكراً على هذين البلدين. الجزائر والسودان دشنتا المرحلة الثانية من انتفاضات الربيع العربي. في السودان حصل الانتقال في مرحلته الأولى على الأقل، أما الجزائر فثمة استعصاء يتأدى عن تعنت المؤسسة العسكرية ورفضها أي حديث عن انتقال وإصرارها على الآليات الدستورية. الأمر الذي يثير القلق حول مستقبل المشروع الإصلاحي للبلاد. خلاصة القول إن حال المنطقة برمتها اليوم يبدو شبيهاً بما كان عليه حالها عشية إقدام البوعزيزي على إحراق نفسه في تونس، مدشناً ثورات الربيع العربي التي أطاحت بعدد وافر من الزعماء العرب. يبدو أن المهمة لم تكتمل بعد، فالشعوب العربية التي غادرت ثقافة الخوف باتت أكثر إصراراً على مواصلة كفاحاتها من أجل الحرية والكرامة والعدالة والحياة الأفضل. الكاتب يقول إن ثورات الربيع قطعت مرحلتين، الأولى ضربت تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، والثانية تضرب اليوم في الجزائر والسودان، وإن استمر الحال على هذا المنوال فقد نكون أمام موجة ثالثة من ثورات الربيع، فما زال الإصلاح السياسي محتبساً وما زال الفساد منتشراً، أما عن غياب العدالة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص والنماء الاقتصادي فحدث ولا حرج. ننتقل وإياكم إلى ما اخترنا لكم من أخبار منوعة، البداية بهذا الخبر حيث أثار مقطع فيديو لمرأة عراقية توزع المناديل مجاناً على المتظاهرين الذين تعرضوا للغاز المسيل للدموع أثار لتضميد جراحهم ومسح وجوههم طبعاً أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وتداول مغردون المقطع الذي تظهر فيه امرأة عراقية قال بعض المغردين إنها بائعة مناديل خرساء وهي توزع المناديل على المتظاهرين مجاناً، وعلق كثيرون على مقطع فيديو السيدة العراقية وأطلق البعض عليهم اسم خرساء العراق، فيما قارن آخرون بينها وبين الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد منذ عام 2003. وأجمع معلقون على أن هذه التضحية المتواضعة تعكس الدور النضالي والإنساني للمرأة العراقية في التظاهرات الوطنية ودورها في مساندتها لمطالب المتظاهرين في سبيل نهضة البلاد والقضاء على الفساد المحمي من القانون. إلى الخبر الآخر وأيضاً من العراق، حيث تعطلت مواقع فيسبوك وتويتر وإنستغرام إضافة إلى تطبيق واتساب في عدد من مدن العراق في خطوة اعتبرت أنها تأتي لتحجيم تداول أخبار المشاركة الشعبية في التظاهرات التي تجري حالياً رفضاً لسياسة الحكومة العراقية. وقالت صحيفة العربي الجديد إن تعطل مواقع التواصل الاجتماعي جاء عقب اشتداد التظاهرات في أحياء العاصمة بغداد وإثراء حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت ناشطين في ساحات الاحتجاج مثل ساحات التحرير والطيران والفردوس.
قرار حجب مواقع التواصل تأثر به عراقيون من مناطق بغداد والمحافظات الجنوبية، مع العلم أن الحكومة العراقية لم تعلن عن القرار، كما أن هيئة الإعلام والاتصالات التزمت الصمت ولم تعلق، وهو ما يشير إلى أنه قرار سياسي. وعلى ما يبدو فإن الحجب لم يأتي بثماره، فقد قاومه شبان من المتظاهرين والمتابعين عبر تفعيل تطبيقات خاصة بفك الحجب. الآن إلى الكاريكاتير. نهاية صدى الأقلام لهذا اليوم، ألتقيكم لاحقا وأنتم تتمتعون بكل خير وتوفيق. يحفظ الله العراق. إلى اللقاء.